هو مواجهة التطرف هتأتي من خلال الخطاب الديني فقط لا غير، إنما إن حاجة تعمل جوه المسجد فدي طبعا غير حاجة غير مقبولة. النبي عليه الصلاة والسلام قال جنبوا مساجدكم صبيانكم ومجانينكم، يعني عشان الكلام جوه المسجد. فحكاية المسجد المسرح جوه المسجد ده غير مقبولة طبعا. الجامع ما ينفعش يبقى فيه النوع ده من الندوات والمسارح والكلام ده. المسرح مسرح والسينما سينما والجامع جامع. الكلام أنا ما اتفقش مع الكلام ده. ان دور العباده العباده مهما كان شيء مقدس، ما ينفعش ان احنا يعني نسمي السينما والمسارح وكفنون جيده ويعني كويسه وحاجه زي كده، بس ما ينفعش ان احنا يعني تبقى في يعني نخلط العباده بالسياسه والكلام ده كله او بالفن او باي حاجه تانية. لازم يبقى كل حاجه ليها حاجه مخصوص ليها. لا انا رافض المبدا نفسه، وهو اصلا ده مش انا رافضه كمان، ده في ائمه من الازهر نفسهم من الاوقاف رافضين المبدا نفسه. ما ينفعش يعني تفهمني، لان الدين الاسلامي ليه خصوصيه معينه يعني. لا اكيد طبعا، لا ده مسجد ليه مكانه ومكان عباده. عشان يعمل مسارح في المساجد دي بقى اخر يعني واضح كده يبقى الايام قامت، عشان الرسول عليه الصلاه والسلام يعني حرم حاجات كتيره جدا، من ضمنها التهريج والمرج اللي احنا عايشين فيه ده. ده حرام حرام واكبر حرام. عايز تواجه التطرف الديني يبقى تعلم الاول الشيوخ، شيوخ الجوامع، الناس المسؤوله في الازهر لازم تتعلم الاول ازاي توصل فكر صحيح للناس، بدل ما نسيبهم بقى لاي حد تاني يلعب في دماغه. والله هو المساجد طبعا معموله للعباده فقط لا غير، فاي حاجه هتشغل بعيد عن العباده فتبقى خطا طبعا مش مقبوله. انما دور عباده بالنسبه للتحفيظ القران للكلام اللي هو الحاجه، انما تمثيل والكلام ده طبعا مرفوض طبعا بالنسبه لدور العباده في الاسلام يعني.